أنا اليوم سعيد بلقاء معالي الوزيرة أنا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، وأريد الترحيب بها بشكل خاص والإشادة بالدور المهم اللي قامت به لتطوير العلاقة بين المغرب وألمانيا. زيارة اليوم هي إشارة قوية لقوة هذه العلاقة ومتانة هذه العلاقة. العلاقة المغربية الألمانية دخلت في مرحلة جديدة منذ رسالة الرئيس الألماني شتاينماير إلى جلالة الملك في دجنبر الماضي، والخطاب الملكي الأخير في 20 غشت أشار إلى ألمانيا كشريك قوي وإلى رغبة المغرب في فتح صفحة جديدة من علاقات قوية بين البلدين، علاقات قائمة على الوضوح، علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، علاقات قائمة على الثقة وعلى التعاون والعمل من أجل المصالح المشتركة. هذا ثاني لقاء بيننا، سبق والتقينا عبر يعني تقنيات التواصل، واليوم كنلتقيو بشكل مباشر، وكل مرة كانت لقاءات جد إيجابية وجد بناءة. زيارتكم اليوم معالي الوزيرة هي ستعطي بمشك دفعة قوية للعلاقات الثنائية. اتفقنا على بيان مشترك جد هام. هذا البيان يضع آليات جديدة في علاقتنا الثنائية. كاين آلية للحوار الاستراتيجي اللي هي تعكس المكانة التي أصبحت لألمانيا في المغرب. هذا الحوار الاستراتيجي غيكون يجتمع كل سنتين على مستوى وزراء الخارجية للحديث والتنسيق في مختلف القضايا. كذلك اتفقنا على إعادة إحياء آلية اللجنة الاقتصادية المشتركة كآلية للدفع بالتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. اتفقنا كذلك على تعزيز وتطوير العلاقات بناء على مجموعة من التجارب الناجحة اللي عندنا في السابق. العلاقة المغربية الألمانية عندها الكثير من النقاط الإيجابية في التعاون في السابق، ويمكننا نبنيو عليها اليوم ونطوروها، خاصة في مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، مثل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، مثل التعاون الثلاثي المغربي الألماني في اتجاه إفريقيا، وكذلك تطوير الاستثمار والتبادل التجاري. تناقشنا كذلك في مجموعة من القضايا الإقليمية، سواء فيما يتعلق بمنطقة الساحل أو في منطقة الشرق الأوسط أو في قضايا المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. وفيها كلها نحن نحيي المواقف الألمانية والدور ألمانيا، ولاحظنا أن هناك تطابق في مجموعة من القضايا، سواء تلك المتعلقة بمالي، سواء تعلقت بليبيا أو تعلقت بأوكرانيا. نتقاسم العديد من النقط حول كل هذه القضايا انطلاقا من شراكتنا القوية وانطلاقا من رغبتنا في التنسيق أكثر حول هذه القضايا. أظن بأن زيارتكم اليوم ستفتح المجال إلى زيارات قطاعية أكبر، وأن وزراء مغاربة وزراء ألمان قطاعيين، سواء في مجال الطاقة، سواء في مجال الفلاحة، سواء في مجال الاقتصادي، سواء في مجال الاستثمار، يمكن لهم يتبادلوا الزيارات ويغنيوا هذه العلاقة لتعطي نموذج على العلاقة بين بلدين شريكين استراتيجيين. نحيي كذلك دور ألمانيا للدفع بالعلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي. ألمانيا كانت دائما لها دور أساسي في تعميق الشراكة المغربي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في كل المجالات، وكنظن كذلك بأن هذا مجال اللي غادي نعمقوا فيه النقاش باش تكون ألمانيا أحد الدول يعني الأساسية لخلق نموذج للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.
قائم على المنفعة المتبادلة، على الاحترام المتبادل، وكيخلق شكل جديد من الجوار للاتحاد الأوروبي. مرة أخرى مرحبا بك وشكرا على هذه الزيارة الهامة جدا.